صبحكم الله بالخير ويا هلا وسهلا. الرسائل كثيرة على الخاص تطلب تغطية أسعار جملة الشنط النسائية، وبإذن الله تعالى اليوم نغطيها لكم. ودائما قبل نبدأ نقول صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ. طيب الشكل هذا كم السعر؟ 35. 35 الحبة. الحبة يطلع النص 6 الحبات 210. يعني أقل كمية يسحبها العميل 6 حبات. 6 حبات. تطلع الحبة؟ 35 ريال. 35 ريال يا بلاش. الشكل هذا؟ هذا يطلع لك 6 الحبات 180. يعني يطلع لك الحبة على 30 ريال. الحبة على 30 وأقل كمية يسحبها العميل 6 حبات. يعني احد يقدر يهدي ينوع من الاشكال هذه تطلع الحبه عليه ب 30 ريال. ايوه يا مال العافيه. طيب الاشكال هذه شوف اللي فوق واللي تحت على 40، هذه ظهر اللي تحت وهذيك جنب اللي فوق على 40 ريال نفس السعر. يعني اسعار الجمله 40 ريال للحبه، وكالعاده اقل كميه 6 حبات. في عندي الوان متعدده يعني. والالوان متعدده. اختر اللون اللي يبغاه عادي. هذا الشكل يطلع لك الحب 40 ريال. الحب 40 واقل كميه كالعاده 6 حبات. اي نعم. والواحد يقدر يهدي ويشكل من الانواع هذه كلها 6 حبات ويطلع عليه بسعر الجمله. طيب هذا الشكل يطلع لك على 25، يعني 6 الحبات 150 ريال. 150 ريال. طيب هذا الشكل. طيب شنطه الاطفال هذه كم سعرها؟ شبابيه واطفال استخدام. هذا عندك يطلع لك الحبة على 20 ريال. حبة 20 ريال يعني 120 6 حبات. ايوه يا سلام عليك. على 40 ريال. هذه الأربع اللي فوق على 40 ريال. 40 ريال. وهذا اللي تحت على 30. اللي تحت على 30 ريال. وهذه على 35. جميل. وكالعادة أقل كمية 6 حبات ويقدر يشكل من الألوان اللي يحتاجها.